أجانب. تعتبر مدينة بنزرت التونسية والتي تقع شمال شرق العاصمة تعتبر منطقة مفعمة بالحيوية والحياة، يقصدها السياح من كل حدب وصوب. أقصدها أنتم أيضا. ما إن عبرنا الجسر حتى وجدنا مدينة خبأها البحر بشجر النخيل، فهذه بنزرت التونسية شمال شرق العاصمة تونس. بنزرت هي بلاد تحفونا برشا، فيها مواقع تجلب ياسر سياح من جميع أنحاء العالم، يجيو برشا بالبرشا بقاع. بنزرت لم يغادرها التاريخ، هذه بصمات من مروا من هنا أوروبيين وعرب، وهنا تجد بقايا أندلس على ضفاف الميناء القديم. صيف تونس مهرجان دائم أينما ذهبت، فالمساء هنا يلزمه كوب من الشاي التونسي، فهذا يساعد على الانتظار الذي طال قليلا لحضور نجمة المهرجان الصيفي الفنانة المصرية شيرين. المهرجان بنزرت معناتها عامة ويرفه العباد، نجيوه معناتها باش نشوفوا، يجيونا فنانين من بلدان مختلفة من العالم، نتعرفوا معناتها على لغات جدد ونسمعوا أغنيات أخرى. صعود شيرين إلى المسرح زرع فرحا على وجوه الحاضرين، وجلهم من جيل الشباب الذين تفاعلوا مع معظم الأغاني. الفنانة شيرين عبد الوهاب سطع نجمها من خلال أغنية آه يا ليل، قدمتها مع الفنان تامر حسني لتتابع مسيرتها الفنية بعيدا، محققة نجاحا وسط جيلها من الفنانين الشباب. فرح هذا الجمهور غير مسار تقرير الإخباري، فالجمهور عاوز كده. كان معكم جميل ظاهر من مهرجان بنزرت الدولي العربية.